صالح بوساكر. تجنات اللي يلعب الموسم هذا في القسم الثاني هواد، وتمكن امس من الفوز بالعلمة بهدف مقابل صفر امام ولوديه العلمة. بوكاج حط كره ناحيه رفيقه عليه، الحق عليها بوشوارب، الحق عليها، اعاد الكره الراسيه سومانا والهدف الاول. سومانا في المتابعه وهدف من سومانا النيجيري من التمريره الذكيه كانت من بوكاج ناحيه اللاعب بوشوارب، الحق عليها بوشوارب قبل خروجها، اعادها سومانا دون مراقبه دون مضايقه لوحده براسيه يتمكن من مباغة الحارس متحزم أسامة ويفتح مجال التهديف. إذا شوط المدربين، ننتظر أن المدرب عبد الكريم لطرش دون شك قرأ جيدا أهلي برج بواريريش في الوقت اللي فيه محاولة للأهلي تبقى داخل منطقة العمليات. الصعوبة صعوبة للشاب، وهدف التعادل، خطأ في المراقبة، ونقدر نقول الدفاع يتحمل كل المسؤولية عن بعد هدف التعادل من الشاب. يتمكن أهلي برج بواريريج من تعديل النتيجة، وهو السيناريو ربما الأفضل والأقرب الواقعية بالنسبة لعبد النور بوصبيعة مدرب فريق أهلي برج بواريريج. وخطأ في المراقبة، خطأ في إبعاد الكرة من الدفاع، لاعب واحد أمام ثلاث لاعبين يتفوق، والمتابعة الممتازة من الشاب. سومانا تصل الكرة، سومانا وعودة موفقة لقعقع. الحكم يعلنش على الخطأ، تبقى لبوكاج والهدف الثاني. الهدف الثاني، المتابعة ممتازة، كرة بوكاج في العارضة. ماذا يقول الحكم؟ هل أعلن، ماذا أعلن الحكم؟ أم هل هو هدف؟ سننتظر. نعم أعلن الهدف. نشاهد الإعادة هنا، سومانا هنا. هل سومانا ارتكب الخطأ أمام قعقع أم لا؟ الحكم كان قريب اللقطة، لم يعلن عن الخطأ. كرة تصل في الأخير لبوكاج، الكرة تصطدم بالعارضة، المتابعة من رفيقه وارتماع ربما يبدو لي من دمان هو الذي كان في المتابعة. كرة مرتدة، تمريرة ذكية والقراءة الجيدة من الدفاع كانت من اللاعب عدالة هو الذي تفوق، ثم الانطلاقة لأهلي برج بواريريج من زياني ناحية سبيعي، ترويض للكرة جيد، يلحق عليها بوكاج، ممتاز من بوكاج، كرته ناحية أهلي برج، لاعب من أهلي برج بواريريج، تبقى لزغدان يعد النتيجة. زغدان يعد النتيجة بعدما ضيع ضرب الجزاء، متابعة من زغداني، ها هي الكرة العرضية، إبعاد الكرة في المرة الأولى من بوحلفاية، المتابعة من زغداني، تسديدة عابرة للدفاع تستقر بشباك بوحلفاية، وزغداني يعد النتيجة للأهلي بعدما ضيع